وي بور لا دوزيام فوا بودكاست عربيه. ما لي فاتت ما ربحتش، بدل ما راش انا كلاسي انا الاول ونربح القرايه. ما كاش حاجه نكرهها في هذه الدنيا قد القرايه، ما نحملهاش. شي شابه ما وكي تسقسيني عليه نقول لك ما نبغيش ما نبغيش، المهم ما نحبهاش تو سامبلومون. حاجة الأولى اللي خلتني نكره القراية هي الطابلية. المراقبين والأساتذة حاسبين العلم في الطابلية، الله يحفظ ويستر. مالقي هي دايرينها غير باش ما نوسخوش حوايجنا، باش ما نوسخوش حوايجنا. خرج عليا، اخرج خرج تفاية ما تحشمش، اخرج داخل القسم بلا طابلية داخل لك هو الواقي. حاجة زوجة اللي خلتني نكره القراية هي الإعلام الآلي. عندي 6 سنين وانا نقرأ فيه، والشيخ اللي يدخل لنا كل عام يعود لنا نفس البروغرام. وين بيها وين 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 بيها وين؟ يوم جينا نقرأ الدرس صعيب بزاف، واحد ما يقدر يديره من غير لي انجينيور تاع الانفورماتيك. على بالي بلي لو كان ما تبعوش ما تقدروش كاع تديو مليح، وما تقدروش كاع تحفظوا هذا الدرس ويجيكم صعيب بزاف وتولي خلطة في مخكم وكاع. تبعوا معايا اليوم راح نقراو على المونتاج. لا ماشي مونتاج. اليوم راح نقراو على كيفاش نخدمو جو. بلع فمك ما تزيدش تهضر، خليني ندير الدرس تاعي. اليوم راح نهضروا على كيفيه تشغيل جهاز الكمبيوتر. Really nigga. بس نشغلوا جهاز الكمبيوتر نعبزوا في القفله يشعل. كاش دي كيستيون؟ كاش؟ فوزية بختة روحوا البيرو نقصروا شوية، عندنا بزاف ما حكيناش. دروك ندوزو للشيوخة تاع السبور. أنا في حياتي ما شفتش حلابين كيما هما، حلابين وحلابين وحلابين وحلبوا بزاف. هو معاكم الشيخ تاع السبور، راكم شفتوني المرة اللي فاتت، كيما وصيتكم المرة اللي فاتت كامل تجيبوا البدلة الرياضية، وأنت راكب الجلباب، عندك ناقص زيت في الفرد، الفو تجيب المزير، الفو تجيب المزير، رانا خاوة فيما بيناتنا، أنا خاوة فيما بيناتنا مزير مليح، خليك ديري سبور في الطوب. ايا دوك وراكم دوبالو من هنا وراكم ديروا بارتيه فيفا وتيا بختر واحد اللي نقصروا شويه عندنا بزاف ما حكيناش. الحاجه اللي خلاتني نكره كامل القرايه هي عام كومبلي وتا حاضر وما تزارديش وتقرا مليح ومراجع دروسك وكلش. ابري شيخ تاع المات يقول لك بروغرام اللي قريتو سنه تعاودو كاع العام الجاي. علاه يا سيدي تشوفينا ضايعين مهبل مخليين ديارنا وجايين نضيعوا في الوقت الله؟ الناس تقرا منها نعاودو في الذكريات. استاذ العام الجاي ما نجيش ما نجيش، قريتو كاع السنه ما نجيش مانيش مهبول. A few moments later. Well, program. Yeah, I think I have to do it. I'm in jail. Father, can you use the toilet? تواليت في الليسي ماشي كيما نيمبورت كيل تواليت في العالم. وي بيسك تلقى فيها بزاف بلايص متطوره بزاف فيها تقنيات حديثه، منهم فيها بزاف غرف. الغرفه الاولى تلقى فيها دوك اللي سموك ويت بريداي وي بيبي، تلقى غرف تاع الدخان وتلقى غرف ثاني تاع وتلقى وين يديروا بيبي. بعد يقول لك تواليت تاع الليسي خامج. وي بيان سير يكون خامج، واش حاب يكون؟ واش راكم حابينو يكون؟ وانتوما في التواليت تاع دراري شي دايرين بيبان، كيفاش نديرو كاكا والناس تشوف؟ عيب عيب علينا نديرو كاكا والناس تشوف، شوي احترام شوي شوي احترام. أمو باب واحد أم وثاني كي تقرا المرة الأولى في الليسي يما كون باباك يقلعو يوصو فيك وألا فاهم صرا والو، مكانش فرق بين سيام والليسي، بدل طيق برك والله تبدل ثاني لا كولور تاع القابلية. سي بون سلام على هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا ابوني فلاش انت بودكاست عربيه وديروا لهم جيم في لاباج فيسبوك تاعهم وديروا لهم ابوني في انستغرام تاعهم وتفوتيو عليا بخمسه نجوم وديروا جيم في هذا الفيديو وان شاء الله نربح ان شاء الله. وتبارطاجيو هذا الفيديو الماكسيموم كيما قدرتوا تبارطاجيوها وتفوتيو على كامل اللي راهم مشاركين في هذه الدوره، ما تفوتيش عليا غير انا. بيس.